قام عدد من شباب محافظة شمال سيناء بإصدار وثيقة مبايعة وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء، وذلك تحت إشراف عواقل ومشايخ سيناء. كما قام محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة بتكريم أبناء شمال سيناء الذين شاركوا في حرب أكتوبر، بالتزامن مع تواصل الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة في المحافظة، بمهرجان احتفالي في المدينة الشبابية ومهرجان رياضي ومعرض فنون تشكيلية لفناني شمال سيناء والشباب عن حرب أكتوبر. يوم 6 أكتوبر سنة 1973 ده طبعا بيفكرنا بحاجات كتير جدا جدا، وهي العزة، الكرامة، الشرف، الانتصار، وده كان العقيدة الجيش المصري كلهيته في تلك الفترة. وإحنا دخلنا المعركة بعقيدة النصر أو الشهادة. ذكريات كل ما تهل هذه المناسبة احنا بنبقى في عيد، انا والاسرة ومصر كلها نفتكر، انا بفتكر طبعا انا كنت فين وعبرت ازاي.